احنا اليوم حاولنا انه قبل 3 اشهر رسمنا انه شلون نقدر نمثل بغداد، نوحد بغداد بصوره عامه. حاولنا من كل مناطق بغداد يخرج ممثل واحد من كل منطقه، ممثلين ما عندنا مشكله، 3 ممثلين على كل مناطق بغداد، مثلا الدوره، الكرخ، مثلا العفو، الشهداء، جادريه، كل مناطق بغداد كافه، البلديات، المدينه، كل الاشخاص، حتى لو يكون عدد الممثلين من كل منطقه 3، اهم شيء تكون كلمه واحده لبغداد، قرار واحد، وابعاد المتسلقين على تشرين وعلى دماء الشهداء. اليوم هذا كان ان التجمع الثاني دعوة في بغداد لتنظيم اسلوب الاحتجاج، وهذه الدعوة كانت على مستوى بغداد اليوم، وفي قادم الايام بعد تنظيم بغداد واكمال كافة الامور اللوجستية من تنظيمها ومخرجاتها، بغداد سوف تاخذ شكل بعيد عن الاسلوب الاحتجاجي الكلاسيكي القديم. وبعد هذه الخطوات التنظيمية، هذا الاجتماع الثاني لبغداد، احنا متجهين للانفتاح على بقية المحافظات لتنظيم الاحتجاج بصورة أكمل على مستوى المحافظات المنتفضة. نريد ننظم بغداد، الأغلاط سبقنا السابق أن غلطناها ما راح نغلطها، والخطوات اللي مشينا بها خطأ ما راح نخطاها إن شاء الله، والمتسلقين صعدوا على شتافنا والصادرة الشباب وسلقوا على الشباب والصادرة فعل الشباب، والثورة كانت هي شرارة تشرين، شرارة بغدادية، وشرارة تشرين شرارة شبابية، فصادروا جهود الشباب، وإن شاء الله راجعين وبقوة وبهمة راجعين للعراق.